أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. بحث المدير العام لشركة نفط البصرة إحسان إسماعيل مع نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية فك الاختناقات في المشاريع المفترض تنفيذها ضمن برنامج تطوير حقل القرنة. وقال إسماعيل إنه تمت خلال الاجتماع أو تم مناقشة عدة قضايا أهمها فك الاختناقات في المشاريع المفترض تنفيذها ضمن برنامج تطوير الحقل لسنة 2019 والسنوات اللاحقة بغية تحقيق أهداف التطوير المقررة والوصول إلى إنتاج 800,000 برميل نهاية عام 2026. أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية يوم أمس الخميس على ارتفاع بنسبة 68% متوقفا عند 458.19 نقطة. وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 4 شركات وانخفاض أسهم 7 أخرى، بينما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 800 مليون سهم بقيمة زادت على 600 مليون دينار عراقي، تحصلت من خلال إبرام 209 صفقات شملت 23 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة. أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد يوم أمس الخميس، وزادت مبيعات البنك إلى 202 مليون دولار مقارنة بمبيعات مزاد الأربعاء البالغة 180 مليون دولار بزيادة قيمتها 21.25 مليون دولار. وأوضح البنك أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 201 مليون دولار و700 ألف دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع 300 ألف دولار، وبلغ سعر الصرف 1190 دينارا لكل دولار في المزاد المنعقد بمشاركة 32 مصرفا إلى جانب شركة تحويل مالي واحدة. أعلنت وزارة الزراعة إطلاق ملايين اليرقات السابحة من أسماك الكارب في الأهوار والمسطحات المائية. وقال الناطق باسم الوزارة حميد نايف إن السابحات من أسماك الكارب التي تم إطلاقها بعمر أسبوع، مضيفا أن دائرة الثروة الحيوانية أطلقت نحو 111 مليون سابحة، ما ينتظر أن ترفع المخزون السمكي في المسطحات والمحافظة. وأشار نايف إلى استمرار عملية الإطلاقات للسابحات حتى انتهاء موسم التكاثر تكاثر الأسماك في بداية أو منتصف شهر أيار المقبل. أعلنت وزارة الزراعة منع استيراد الثوم من كل المنافذ الحدودية في البلاد لوفرته محليا. وقالت الوزارة إن قرار المنع بدأ اعتبارا من 15 من نيسان عام 2019 على أن يشمل كل المنافذ الحدودية في العراق. وأضافت أن عملية المنع جاءت نتيجة وفرة المنتج المحلي من هذا المحصول، مؤكدة أن عدد المحاصيل الممنوعة من الاستيراد حاليا 11 مادة. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا وإلى اللقاء.